قد يكتسب المضاف من المضاف إليه التأنيث، كذلك قد يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير، وأكثر ما يرد في الشعر، وأما النثر فقليل. وقد ذكر بعض العلماء أن قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل إن رحمة الله قريبة من المحسنين، قال إن المضاف اكتسب من المضاف إليه التذكير، لأن رحمة أضيفت إلى الله. فيصح أن تقول في غير القرآن إن الله قريب من المحسنين بحذف المضاف وجعل المضاف إليه مكانه. ومثل هذا يفيدنا بأن النحو واللغة العربية لا بد منها. لكن هذا المسلك الذي ذهب إليه كما قال ابن القيم، قال ذهب إليه بعض الفضلاء، يقول ليس بقوي وضعفه من أوجه. وهذه الآية ذكر بعض العلماء فيها 16 وجها، وابن القيم رحمه الله ذكر 12 مسلكا، وهو لا يرى ما يراه هؤلاء. وقد قال رحمه الله إن الأولى في الآية أن يقال إن قرب رحمة الله من المحسنين وقرب الله من المحسنين متلازمان، فكونه جل وعلا يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين هنا فيه فائدة. ما هي؟ أنه كما أن رحمة الله قريبة من المحسنين هو أيضا قريب من المحسنين. ولو قال إن رحمة الله قريبة لدل على قرب الرحمة ولا تدل على قرب الله. وبعضهم يقول إنها صفة لموصوف محذوف تقديره إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين، لكن هذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. لماذا لم يكن السياق إن رحمة الله قريبة؟ ابن القيم رحمه الله يقول إن الكلام الفصيح لا يأتي كثيرا بمثل هذا، وإنما كثر في الشعر، ولا يمكن أن يحمل كلام الله عز وجل على النادر أو على القليل، ولكن الحذف إذا دل عليه دليل أو قرينة فإنه معتبر.